أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سراب
أنفسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق الله العظيم. Dewan Hakim.